أنا بقرف منكم، بقرف من أي فنان بيتاجر بالقضية الفلسطينية أو أي حد بيعمل فيها وطني. السيناريست تامر حبيب شكله كده بيلقح على ناس معينة جوه الوسط الفني، هي إيه الحكاية بالظبط؟ تامر أعلن عن استياءه الشديد من استغلال بعض الفنانين للي بيحصل في فلسطين خلال الفترة اللي فاتت، ومتضايق إن في ناس بتستغل القضية بغرض زيادة عدد المتابعين والمشاهدات، وكل ده عن طريق البوستات اللي بتتنشر على السوشيال ميديا. تامر حب يوجه رسالة لناس معينة أكيد هو عارفهم وقصدهم بالكلام ده، ونشر على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي بالفيسبوك وقال: بصراحة عندي حالة اشمئزاز من أي حد بيستخدم اللي بيحصل في فلسطين علشان يزود متابعين ومشاهدة ويصور نفسه وهو بيمثل، وحش قوي دور الوطني ده، وفي نفس الوقت أنحني احتراما لأي حد بيعمل كده من قلبه وبدافع إنسانيته وتعاطفه. وعلى فكرة الفرق بيبان قوي. بعد ما البوست ده اتنشر في ناس كتير علقت على الموضوع ده وقالت إن تامر أكيد يقصد الوفد اللي راح من النقابة بقيادة الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، بس تامر ما وضحش أي حاجة غير اللي مكتوب في البوست وساب الموضوع مفتوح للناس يخمنوا هم براحتهم، واللي عنده أي رأي ولا أي حد حابب يفتي بيتكلم. وبالفعل وصل وفد كبير من نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين لمعبر رفح، وصرح إن مصر بيحصل فيها مسيرات حاشدة اليومين دول ما شفناهاش من 30 يونيو، وكل ده تأييداً لقرارات منع تهجير أهل غزة، وكان متضايق جداً وبين على ملامحه الزعل بسبب حجم المساعدات اللي واقفة عند بوابة رفح ومستنيين الموافقة علشان يدخلوا الأهالينا في غزة. وقال الدكتور أشرف زكي إن إسرائيل هم اللي قتلوا الأطفال والشيوخ والنساء والأنبياء، مش بس كده، ده كمان أيد قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحفاظ على الأمن القومي المصري والتضامن مع القضية الفلسطينية. بس من الواضح كده إن تامر حبيب مش لوحده، وفي فنانين كتير بيدعموه في الكلام اللي هو كاتبه، وأولهم الفنان أحمد فهمي. أحمد بيعتبر من أول الفنانين المصريين اللي سندوا القضية عن طريق البوستات والفيديوهات اللي كان بيرفعها والكلام اللي كان بيوجهه لإخواتنا الفلسطينيين والدعم اللي كان بيقدمه، لدرجة إن الناس كلها بقت بتستنى البوست اللي هينزله أحمد فهمي واللي أكيد بيخص القضية الفلسطينية، ولكنه نشر ستوري غريبة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي بالإنستجرام وكتب فيها: إحنا هنقضيها صور بكوفيات علشان يبقى شكلنا روش على السوشيال ميديا، وفيديوهات دعم، وهناك بيشربوا مية ملحة ولا في نور ولا كهرباء ولا أكل، وكل ده والمجزرة لسه شغالة. طب وبعدين؟ طيب أحمد وتامر وغيرهم كتير من الفنانين والشخصيات المؤثرة في الوطن العربي بيحاولوا على قد ما يقدروا إن هم يقدموا الدعم المعنوي لإخواتنا في فلسطين علشان اليأس ما يتملكش في قلوبهم، وكلنا هنا مفيش في إيدينا غير إننا ندعي لهم بالصبر والثبات وإن ربنا ينصرهم على أعدائهم. ولو أنتم حابين تعرفوا أي تفاصيل أكتر تابعونا على صفحة نجوم الفن.